تمام ولا ايه؟ شوف الستوري بتاعتي تعرف اللي هنا. ايه ده؟ البيت وزيع؟ كان بيقول كل الناس هبلة يا انت عقلة ماشي كده. لا قال له ناس يا بوجي لاتي مرضى اتلخبطش بقى معايا. ما بعملش اتجاهات لوحدي، انا بخش برد من اتجاهات صحابي كده واقوم داخل كل حته على فكره مش عادي خالص. بس عشان بطلش قوي استنى بس والله ده خد يا وش كورك لا ما كملتش والله هو بيطلع بس صور وده اللي بيتش بس يلا يا باشا قريت اللوتس قريت بس خاطر مايوهات والله. خد يا شوكولاته. لا سجل معانا لازم عاملين عليها النهارده بقى. الاسئله بقى اللي هي مش لاقي سالك سالفه بيسال. لا بس انت ترد نص خطوه. اتكلمنا عن حضوره النهارده الاول عربي على وسطي وانا متحمس ان انا اتفرج على الفيلم. جاي اتفرج عادي واحد من الجمهور، لان انا بيك فان لكل الناس اللي بتشتغل في الفيلم ده. احمد حاتم وعوض ومحمود
والمخرج طبعا كتير. زينب طبعا من العصابه فلازم وزينب طبعا من العصابه فغصب عننا لازم نيجي طبعا. فلا ان شاء الله يكسروا الدنيا يعملوا فيلم يعني يعملوا فيلم فظيع. بتحضر من الفتره الجايه؟ بحضر حاجات كتير جدا ما اقدرش اتكلم عنها لانها افكار حربيه. كنت بتقدم حفله من يومين في الساحل والناس برضو انتقدت ان انت بتغني بفلاشه وده ضد قرار النقابه. مش كده قال لك الموضوع السوشيال ميديا اللي انتقد السوشيال هو واحد اللي انتقد الموضوع ده والناس انتقدته ان هو انتقد الموضوع ده لان اولا الحفله دي كانت قبل القرار اصلا مش بعد القرار. حفله قديمه انا بس انا مش برد بقى واقعد اتخانق بقى على السوشيال ميديا والكلام ده. انا مش فاضي مش هشتغل اونلي. انا قلت ماشي اللي عايز يركب معايا اوكي مش عايز يركب باي باي. تقول ايه الانسايدر في الموسم الرابع؟ السيزون الرابع ده ايه؟ السيزون الرابع انسايدر بالعربي قناه دبي. اقول لهم الف الف مبروك ودايما كاتبوا انسايد ماي هارت. شكرا شكرا. لا حاجات كتير. المعزه دي كانت عامله لنا مشكله كبيره لما هتشوفها تشوف المعزه دي كانت عامله لنا ايه. كانت هي بطله الدنيا يعني بتبقى دايما المعزه كده كلنا واخدين بالنا ان المعزه في الدنيا الناس كتير فيها كده. طب عشان الحق لا ما تخبطش الترايب علي جميلة الصورة الواحدة أنا هو أنا هو لا لا.